وغدا نسيان. فبكره هتاكلوا فول لغايه بالليل، والصبح ان شاء الله يوم السبت تبقوا تفطروا. عشان جالي السؤال قبل وانا جاي في السكه، يفطروا ولا ما يفطروش؟ هي جت على ليله يعني، مش معقوله صح؟ يوم السبت الصبح تاكلوا جبنه. كل سنه وانتم طيبين. ممكن تعلي الصوت سنة بس. هقرا على حضراتكم مزمور من مزامير داوود، مزمور رقم 56. مزمور رقم 56. ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهمني أي يجعلني في هم. بعيد عنكم الناس جايبة هم البعض. ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهمني، واليوم كله محاربا يضايقني. تهممني أعدائي اليوم كله، لأن كثيرين يقاومونني بكبرياء. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. في يوم خوفي أنا عليك أتكل. الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنع بي البشر. اليوم كله يحرفون كلامي، اليوم كله يحرفون كلامي علي، كل أفكارهم بالشر. يجتمعون يختفون، يلاحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي. على اسمهم جازيهم، بغضب اخدع الشعوب. يا الله تيهاني رقبت. العظة بعنوان تيهاني رقبت. تيهاني رقبت، اجعل انت دموعي في زقك. اما هي في سفرك؟ حينئذ ترتد اعدائي الى الوراء في يوم ادعوك فيه. هذا قد علمته لأن الله لي. الله أفتخر بكلامي، الرب أفتخر بكلامي. على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بالإنسان. اللهم علي نزورك، أوفي ذبائح شكر لك. لأنك بيقدم شكر لي، يقول لأنك نجيت نفسي من الموت. نعم، لأنك نجيت نفسي من الموت. نعم، ورجلي من الظلم، كي أسير قدام الله في نور الأحياء. مجدا للثالوث القدوس إله. مزمور يعوزني الوقت أتكلم عن كل آية. أفتكر إن أنا وعصت عنه مرتين في آيتين مختلفتين. في يوم خوفي أنا عليك أتكل، عملت وعظة دي. والآية الأخيرة لأنك نجيت نفسي. نعم، وكلمت في عزة عن كلمة نعم. لما حد يقول لك ربنا أنقذك تقول له إيه؟ نعم، لأنك نجيت نفسي. نعم، النهاردة هكلم عن موضوع يخص التيهان. تيهاني رقبت، تيهاني رقبت، اجعل أنت دموعي في زقك. أما هي في سفرة؟ اللي بيتكلم ده واحد حس بخبرة روحية. تملي الناس اللي عندهم خبرة روحية لما يتكلموا يؤثروا في الآخرين. في كلام بتقال وفي كلام مؤثر خارج من القلب. خبرة مريت أنت بيها فبتنقلها. عشان كده لماذا الكنيسة بتمجد سفر المزامير؟ لأنه مش خارج من واحد بيألف بس. صحيح كل الكتاب موحى به من الله، كتبه أناس الله قديسون، لكن في المزامير خارجة من خبرة. وهنعرف النهاردة هو المزمور ده كتب إمتى. يقول عنه كده مذهبة لداود في عنوان المزمور. ده كأنها هي قطعة ذهبية في كل المزامير، مذهبة لداود. يقول وقالها على الحمامة البكماء. عارفين لما تبقى حمامة بتعمل صوت؟ اللي منكم بتسمعوا طبعا صوت الحمامة وتسمعوه.
ولا الغربان بس. الحمامة يقول على الحمامة كأنه وزن، زي المرتلين يقول لك ده يتقال على وزن أوزان كياه كأوزان سنوي أوزان فريحي. كل موسم عندنا في الكنيسة عندنا حتى الألحان اللي بتخص صوم الرسل وعيد الرسل. فبيقول كده، يقول هذا المزمور يقال على الحمامة البكماء لأنه في مشاعر شوية عاطفية فيها نوع من الحزن. الحمامة لم تصرخ وتهدر لكنها كانت بكماء مش قادرة تتكلم، وده برضو يخص المزمور. إيه حكاية المزمور ده؟ هنشوفها بعد شوية. بيقول تيهاني رقبت، اجعل أنت دموعي في زقك أما هي في سفرك. شخص بيجي واحد يمر بيه زمن ويتوب، رجالة وستات قدام وخادمات حتى أبهات كهنة، تلاقي فترة في عمره وقعت من عمره هو تاه فيه. هو جوه الكنيسة بس تاه، عنده توهان، والتوهان ده مش معفي منه كل البشر. كل البشر ممكن يمر عليهم فترة التوهان. ليه؟ انطلاقا من الآيات اللي هقولها لحضرتك. داود أيضا كتب في المزمور الكبير، نصلي في نص الليل، ضللت مثل شاة فاطلب عبدك لأني لوصاياك حفظت. ضللت مثل شاة، بيقول له أنا ضللت، أنا تهت، أنا تجولت في أماكن كان لا يجب أن أتجول فيها، أنا عملت حاجات غريبة لا يجب أن أنا أعملها. ضللت كشاة ضالة، ما قالش عفوا كلب ضال، لكن قال ليه شاة؟ ليه ما قالش انتوا عارفين اللي منكم برب كلاب، واحنا من الاسر اللي كان عندها كلاب في البيت يعني، فالكلب ده يروح اي حته يرجع لك تاني، ده ممكن يلف عليك حوالي 3 كيلو ويلاقيك كلب، لكن كده رب خروف وسيبه يروح سايبك اصلا، انت امسك خروف وسيبه مش هيرجع لك ابدا، مستحيل يرجع لك. هتلاقي دخل قهوه قعد فيها شويه شرب شاي، ودخل مطعم فلافل، وروح يروح اماكن ولا هيعبرك ولا هيسال عليك. عشان كده اختار داود وقال له انا ربيت خرفان، فبقول له انا مثلش ضللت مثل شاة فاطلب، انت اطلب عبدك، انت اللي تطلب عبدك، اصلي انا بضل طبع الضلال والتوهان. مش بس داود بيقول ضللت، لكن في سفر إشعياء عندما تحدث عن آلام المسيح، وناس كثيرة تقول لك أنا ماليش دعوة بصليب المسيح، صليب المسيح يخص كل العالم، يقول هو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم، كل العالم. فلما كتب إشعياء الترنيمة بتاعته اللي في إشعياء 53 يقول كده، يترنم يقول ايه؟ كلنا كغنم، خلي بالك برضو رجع ثاني للغنم، كلنا كغنم ايه؟ ضللنا، منا كل واحد الى طريقه، يعني طريق انا مش طريق ربنا، منا كل واحد الى طريقي، طريقي في الضلال. فكلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد في طريقه، والرب كلم عن الآب وضع عليه اسم جميعنا، أن المسيح حمل خطايا كل البشر، ولابد أن كل يوم تتجدد علاقتنا بالمصلوب القائم من بين الأموات. والكنيسة بتوصل لنا كده لما بنتذكر ليه بنيجي القداس، ليه القداس قيمته بسموه سر الأسرار، لأنه فقط يتحدث عن ذكريات في حياة المسيح، ليس التناول ذكرى، لكننا نستعرض كل حياة المسيح، وفي الآخر نتحد بالمسيح جسد حقيقي ودم حقيقي. عشان كده يقول فيما نحن نصنع إيه؟ حد فاكر؟ فيما نحن نصنع ذكر آلامك المقدس، مش الآلام بس، وقيامتك وصعودك ومجيئك، بنتذكر كل ده. ليه؟ لأن إحنا بنمجد هذا المصلوب القائم من بين الأموات.
طب الضلال اللي البشر عاشوا فيه ليه داود كتب المزمور ده؟ هو كمان زينا ضل؟ قال ضل. كتاب ذكر عنه على الأقل يعني مرتين أنه ضل ومرتين كبار. طبعا حصل له ضلال في حاجات كثيرة، لكن في ضلال تم كبير في حياته وسببه كتب هذا المزمور. أول ضلال يقول كده الكتاب عنه أنه هرب لملك جت، ملك الفلسطينيين. اسمع كده، يقول وقام داود وهرب في ذلك اليوم من أمام شاول وجاء إلى أخيش ملك جت، فقال عبيد أخيش له أليس هذا داود ملك الأرض؟ أليس لهذا كنا يغنينا في الرقص قائلات ضرب شاول ألوفه وداود ربواته؟ حتى الترنيمة اللي قالتها البنات بتاعت أورشليم، البنات اللي قالوها اتنقلت للفلسطينيين، فالناس في بتوع فلسطين بيقولوا للملك مش دوا اللي رنموا له البنات، كان الترنيمة وصلت لهم. فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا من أخيش ملك جت. ليه؟ إذا كان هو ضرب مين؟ ها؟ ضرب مين؟ جولياط. وجولياط ده كان منين؟ منين؟ من جت. فتخيل بقى جولياط الجبار دوا اللي ستة أزرع وشبر موجود وقتله. طب أنا رايح للأعداء عند بيت الأعداء، واتقال له كده إن البنات رنيت سمعوا الترنيمة دي ونقلوها، فراح لغاية عندهم. طب راح تعمل إيه؟ قال أحتمي فيهم. ليه تحتمي فيهم؟ عشان شاول مضايقني. يقول الكتاب إنه خاف جدا من أخيش ملك جت، فغير عقله في أعينهم وتظاهر بالجنون بين أيديهم، وأخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيل ريقه على لحيته. عارفين الولاد اللي بعيد عنكم اللي عندهم كهرباء زيادة بيبقى المنظر ده واضح شوية، رمي في الأرض ويسيل. فعمل الحركة بتاعت الجنان. فقال أخيش لعبيده هوذا ترون الرجل مجنون؟ فلماذا تأتون به إلي؟ ألعلي محتاج إلى مجانين؟ أنا ناقص مجانين، كفاية مجانين في فلسطين، أنا مش محتاج مجانين. هل دي ضلال لداود؟ سألكم أنتوا ضلال؟ توهان لداود؟ أنا هشرحها بقى. أما بيقول له تيهاني رقبت، واحد راح لغاية العدو واللي انت قتلت كبرهم عظمهم أطولهم، وما كانش حد قادر على جولياط، انت قدرت عليه داود، فما تروح هناك بتقلل من قيمة إلهك، انت تهت. كان يجب انك تمجد هذا الإله، لأنه بيقولوا عن داود انه ملك الأرض. طب مين اللي ملكك وانت سنك صغير؟ ربنا. مين اللي اختارك؟ ربنا. مين اللي اداك قوة أنت تأتي؟ كلم جولياط وسمعوها هم الفلسطينيين، أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس وأنا آتي إليك باسم رب الجنود الذي أنت قد عيرت صفوف. أنا جاي لك بقوة مش بتاعتي، باسم رب الجنود. فما يجي ويهين إلهه يخربش، ده شك، ده شكل. انت تخيل انه واحد في مكان داود عمل نفسه مصروع مجنون، عمال ماسك في مصراع البيت في المفصلة بتاعت الباب وعمال يخربش فيها ويسير ريقه زي المجانين، لدرجة انه اهان الله. فبيقول له وانا تايه، انت كنت مراقبني، تايهاني راقبت، تيهاني رقب. يا حبايب لما نتسأل السؤال ده، من هو المسيح في نظرك؟ من هو المسيح؟ يطلع مين المسيح؟ هل تستطيع أن تعترف بملء الفم في كل الأوساط في كل الأماكن؟ تستطيع؟ ولا تخاف وتعمل زي داود بتخربش على الباب، تقول يا عم موسى نبي ها؟
وتسلك حالك، ده اسمه توهان، انت كده تهت. عشان كده لابد ان الواحد بيمتلئ بالاعتراف بالمسيح في كل الاوساط، في كل الاماكن، حتى والناس لم يقبلوا. كان يجب ان داود يقول له خلي بالك، هو سمع طبعا انه الفلسطينيين بيقولوا قدام الملك ده داود ده اللي رنموا له، يقول له نعم الناس رنمت لي، عارف ليه يا جلاله الملك؟ يقول له ليه؟ يقول له عندي اله انت ما تعرفوش، انا عايز اعرفك عليه، هو اللي اداني قوه، بس ما قدرش يقول هذا الاكرام للاله، واعتبر نفسه انه واحد من المجانين، فكانت اهانه عظيمه جدا لربنا. عشان كده بقول له في الوقت ده انا حصل لي ايه؟ تهت، انا تهت. وما اكثر التوهان اللي في شعب المسيح الى هنا، ناس تايهه مش بدور خالص على تمجيد اسم ربنا. الله ارسلني سفير، تخيل لما تبقى انت سفير بتاع بلد ولابس اللبس بتاع بلدك. انتوا عارفين في بعض البلاد يلبسوا لبس غريب، تلاقي الراجل لابس حاجه قريب زي الفستان كده يعني زي بتاع الاخوات، ولابس بنطلون وكده، بلاد بيلبسوا اللبس ده. فيجي واحد يقول له يا عم انت لابس لبس، انا جاي من البلد الفلانيه. فبيقول كده نسعى كسفراء عن المسيح، نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، الله اخترنا احنا. يقول وضعت كلامي في فمك، انا بعتك، انا ارسلتك، انا اللي قلت لك تتكلم، انت مش بتتكلم بمزاجك، طب انا بعت كلام. هكذا داود بقول تاه، دي اول مره، اول ضلاله تمت في عمره. في ضلاله تانيه ودي كانت اصعب بقى، يعني الضلاله الاولى ناس كثيره يقول لك غصب عنه وتحط في موقف اصعب منه، الضلاله الثانيه اصعب. بعد شويه بعد المره دي رجع، وبعدين راح لملك جاد تاني، قال له انا هشتغل عندك عبد، انا عبدك يا عم. قال له عبد ازاي؟ قال له مش انت شفت ان انا بعرف احارب؟ قال له اه. وسمعت عني؟ قال له اه. قال له طب ما تشغلني معاك، هتلاقي واحد مخلص ليك. طب تشتغل في حرب مع مين؟ مين مع مين؟ اسمع كده. وقال داود في قلبه اني ساهلك يوم بيد شاول، اني ساهلك يوما بيد شاول، فلا شيء خير لي من ان افلت الى ارض الفلسطينيين، فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم اسرائيل فانجو من يده. طب انت رايح ليه للناس دي؟ يقول رايح عشان انجو من شاول. فاعطاه اخيش في ذلك اليوم صقلة، بلد بين حدود اسرائيل وفلسطين. وكان عدد الايام التي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين سنه واربعه اشهر. خلي بالك من العباره دي، هرجع لها تاني. قعد قد ايه؟ ها؟ عايزكم ما تتوهوش مني انا، يعني مش بتكلم عن التوهان وانتوا. سنه واربع شهور، يعني كام شهر؟ ها؟ 16 شهر. انت بتاعك حسابات باين عليك. 16 شهر داود عند الفلسطين، 16 شهر. بيكمل يقول وكان في تلك الأيام أن الفلسطينيين جمعوا جيوشهم لكي يحاربوا إسرائيل، فقال أخيش لداود، اسمع الكلام، اعلم يقينا أنك ستخرج معي في الجيش أنت ورجالك، مع 600 راجل داود بتوعه. وداود قال له هتروح تحارب مين؟ ها؟ هتحارب أهلك، هتحارب أهلك. تخيلنا وتخيل إن ابن ليكي انضم لمجموعة وجاي يهجم على بيتك. هذا ما حدث لداود بالتفصيل يعني. فقال داود لأخيش أنت ستعلم ما يفعل عبدك. مش أنت بتقول لي إن أنا حارب معاك ضد أهلي؟ هتشوف أنا هطلع لك كل اللي قدرت، هتعمل إيه؟ هموت أهلي.
فقال أخيش لداود: لذلك أجعلك حارسا لرأس كل الأيام، هتمشي معايا تبقى البودي جارد بتاعي، هتبقى رئيس اليوران، رئيس الأركان. بس ربنا حابب ينقذ، يقول له لأن داود ده إيه؟ التوهان ده ملوش رجعة. ليه؟ هيقتل أهله. فربنا ينقذه إزاي؟ خير ربنا ينقذه إزاي؟ خلى الفلسطينيين نفسهم الجنود يقولوا للملك مش عايزين داود. يقول: وسقط علي، على داود، رؤساء الفلسطين، وقال له رؤساء الفلسطين: ارجع الرجل فيرجع إلى موضع الذي عينت له، ما يروحش معنا أبدا، احنا مش ضامنين وممكن يخوننا. صحيح بيقول هيحارب أهله لكن ممكن يموتنا احنا. فاهمين صح؟ معايا الموضوع سهل. فيرجع إلى موضع الذي عينت له ولا ينزل معنا للحرب ولا يكون لنا عدوا في الحرب. فبماذا يرضي هذا سيده؟ أليس برؤوس أولئك الرجال؟ يعني داود يخلص علينا وياخد رؤوسنا زي ما عمل مع جولياط وديها للملك بتاع إسرائيل. أليس هذا داود؟ شفت بقى الكلام نفسه. أليس هذا داود الذي غنينا له بالرقص قائلات: ضرب شاول أروف وداود ربا. إيه ده اللحن ده مش سايبهم. يقول: فدعا أخيش داود وقال له: حي هو الرب، إنك أنت مستقيم، وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني، لأني لم أجد فيك شرا من يوم جئت إلي إلى هذا اليوم، أما في أعين أحزاب الفلسطينيين فلست بصالح، فأنت ما تروحش الحرب. شكرا لله من أجل أنقذه. ستبقى وصمة عار في يوم من الأيام، ودي اللي أنقذته مرة في سفر صمويل الثاني، ده سفر صمويل الأول، صمويل الثاني أنقذته واحدة، قالت له: إياك تمد إيدك على شعب أنت هتبقى رئيس عليه. أنا بقول لك جوزي ده غبي، مش أنا اللي قلت، أبي جاي بتقول نبال وعنده الحماق. ما حدش يروح يقول شريك الحياة أبا بابلي بيقول. جوزي ده غبي، لكن ما تمدش إيدك، أنت هتبقى الملك، وما يتعلم إنك في يوم من الأيام خلصت على واحد من شعبك هيبقى دي مش كويسة لصالحك، يبقى دي بتجيب عار على نفسك. فأنا بنقذك، طلعت حكيمة. ربنا يدينا أبيجايل واحدة في كل كنيسة، واحدة بس، يدينا واحدة بس، يدينا واحدة تفهم. مش قصدي حاجة. داود كان سيرتكب جرم لا يغفر. ليه؟ لأنه شاطر في الحرب، كان يخلص على ناس كتير، واللسة لما يقبأ الملك يقول له: دي اللسة اللي موتها يا جلالة الملك. ويجي حد من قرايب الناس يقول له: أنت موتت شعبك، لا تصلح يا ملك. عشان كده المزمور ما كتب، كتب بعد توهانه، قال له: أنت شفت توهاني، انت رأيت التوهان اللي انا فيه، تيهاني رقبت. عشان ما عطلكمش، ما الذي يساعد على الرجوع من التوهان؟ ايه اللي يساعده؟ ناس تاهت، ناس تاهت. ايه اللي رجعهم من خلال القصه اللي انا حكيتها عن داود؟ اول حاجه الواحد يقرأ الظروف المحيطه. ربنا أما بيقول إحنا نسعى كسفراء، كأن الله يعظ بنا، الله بيستخدم الأدوات اللي حوالينا. من قال أن الله بعد عن الأرض؟ يا ناس مين اللي قال ده؟ الله يرسل لك معونة حتى من خلال الأعداء. شايفين داود مين اللي قاله ما يحاربش معانا؟ ناس. فأنا لو زي داود أقول: يا خسارة، الناس دول مجرمين أشرار، كان يجب يسيبوني يشوفوا قد ايه انا شاطر. لكن ربنا يقول له: ابدا، انا بعت ناس تقول لك لا. شكرا لله من اجل كل لا ربنا انقذنا فيها. كنت انا عايز الناس يقولوا نعم، الناس قالوا لا،
أنا زعلت من لأ السلقة دي كانت لخيري. لقراءة الظروف المحيطة لابد أن تتفتى عينك. يعني لو تخيل بقى داود وقال للملك، قال له يا جلالة الملك الناس دي، طب خليني أنا أنزل ووريك. لكن داود هدي وقال خلاص اللي أنت شايفه. عشان كده حبايب احتاج كل شوية أنا أقرأ. ساعات ربنا بيرسل رسائل واضحة للغاية وانت مش واخد بالك ومطنش. لكن داود استفاق، وعلى فكرة فاق في الحادثة دي ان ناس هجموا على الستات واهله اصلا اللي ساكنين، فبانت مشاعر راح يحارب. يقول لك وبكوا لم تكن هناك قوة للبكاء. يقول اما داود فتشدد بالرب. ده بعد الحادثة دي قال انا فوق، أنا رايح أنقذ أهلي مش أموت أهلي. فقرأ داود الظروف المحيطة. أفكركم بالواد اللي رجع لأبوه، القصة اللي بنقولها تملي في أحد الابن الضال. بنقول كده إنه الواد ده حصل له ظروف، فلوس ومعاه، شك ومعاه، إمكانيات وشباب وعضلات معاه، شطارة معاه، لكن للأسف تصرف بحماقة شديدة وجاب العار لأبوه. لكن ربنا يتدخل لأنه هيخليه غصب عنه ومش قادر الظروف. يقول فلما أنفق كل شيء، طب ارجع لأبوه. قال لا مش دلوقتي. طب انت يا عم فلس ما تروح لأبوه. يقول لا. يقول فلما أنفق كل شيء، يقول الكتاب وحدث جوع في المدينة. مرة شاب شقي بيسألني بيقول لي في لوقا 15 في قصة عن الخروف الضال، فالراعي راح للخروف، وعن الدرهم المفقود الست دورت على الدرهم. في الابن الضال الأب ما عملش حاجة، قعد في البيت مستنيه. قلت له انت بتعرفش امكانيات الاب. الاب ارسل جوع للارض، جوع الارض كلها عشان ابنه رجع له. فيقول فلما انفق كل شيء حدث جوع. من الذي؟ لان ده نرجع لها في سفر اللاويين. يقول لو حدث جوع، وفي سفر ملوك الاول يقول سليمان في داتشين بيت ان حدث جوع ارسل انت، احنا نصلي لك وانت تحل المشكله دي. المشكلة في مصر محتاجة ايه يا حبايب؟ رفع ايد، رفع ايد. المشاكل في مصر ما تتحلش غير برفع ايد. وصدقوا صدقوا ربنا يصنع معجزات برفع الايد. فلما انفق كل شيء وحدث جوع في المدينة، يقول الكتاب رجع الى نفسه. رجع حاول طبعا يعمل شوية حاجات، تقصى قلب صاحبه ده اللي عنده خنازير. قال له انت عايز تاكل؟ قال له اه. قال له انا عندي حصة اكل. الحصة اكل دي انا بديها للخنازير. قال له طيب بديني من الاكل اللي بتاع الخنازير، انا موافق اكل اكل الخنازير. قال له انا لازم ارميه لان دي حصة، انا هرميها في مكان الخنازير. عرفت تاكل خد. انتوا ما شفتوش، انا شفتها الخنازير. بعيد عنكم المكان اللي بتاكل فيه هي كل حاجة ملخبطة، مستحيل مش هتستحمل الريحة. فتخيل الأكل اترمى، يقولوا الصعايدة الرهريت، عارفين الرهريت؟ اللي منكم صعايدة فاهمين الكلمة دي؟ فاهم الكلمة دي؟ هنا مصايب طينة مبلولة. هنا روبة صح؟ عارفين الروبة؟ طب اوكي روبا. فالاكل ينزل في الروبا دي او الرهريت ده ما يعرفش ياكله. يقول كان يشتهي ان يملا بطنه، بيروح واخد حته يا دوبك بالقطه بس جعان عشان اهرب من التوهان. انا محتاج اقرا الظروف عشان اهرب من التوهان وربنا يرجعني تاني.
محتاج ما يسمى مساعدة الأحبة اللي بيحبوني. وعلى فكرة اللي بيحبوك كتير، عارفين بيحبوك في الأرض وفي السماء. تعرفوا إن في السماء عندهم حاجة جميلة جدا، هم منتظرين وصولنا، هم منتظرين، هم وصلوا فمنتظرين الوصول، فعملين كل شوية اللي يقولوا للرب الإله، يقول له إلى متى؟ لغاية أنت؟ طب ما تنقذ الناس دي وتجيبهم، هات إذ لنا سحابة منين؟ من الشهود، مالها؟ محيطة بنا. فلنحاضر في الصبر الموضوع أمامنا، في سحابة محيطة بنا، عمالة منتظرة سلامة وصولنا. ففي ناس بيحبونا إحنا مش شايفينهم، بس كمان في ناس على الأرض بيحبونا، جايز نعرفهم أو ما نعرفهمش، وهيجي الوقت. تعرفوا إن في ناس صلوا لأجلنا وإحنا ما نعرفهمش؟ تقول في حد صلى عشاني وأنا ما نعرفوش؟ أقول لك آه، ده كتير. صدقني لو تعرف الناس اللي صلوا لك وانت ما تعرفهمش، اللي موجودين على الارض كتير وما تعرفهمش ولا شفتهم. فمين اللي يقوم واحد عنده توها؟ حد من الحبايب، حد من الحبايب. لدرجه ان الكتاب المقدس قال بقى لو في ناس من الحبايب دول مساعده الاحبه انت تفوق من توهان. فكركم بأم أغسطينوس، قديسة مونيكا، لما راحت القديس إمبروسيوس أسقف ميلان، وراحت رايحة ليه هناك، هي من تونس، تروح ليه لميلان؟ قالت أنا ماشية ورا ابني، ابني بوظ الدنيا، مبهدل الدنيا، كل شوية أشوفه مع واحدة شاك، فهشوف بيعمل إيه هناك في إيطاليا. راحت هناك ودموعها مالية عينيها كل شوية. ساعات الواحدة من الأبهات يشوفوا كل ما تيجي واحدة تقعد تعيط، فأبونا أكيد هيقودوا الفضول، يا ستي أنت بتعيطي ليه؟ كل ما تيجي القداس تعيطي، كل ما تيجي اجتماع تعيطي، مفيش مرة مبسوطة. غالبا المنظر ده لفت نظر القديس إمبروسيوس، قال لها ثقي يا امرأة أن ابن هذه الدموع لن يهلك، لن يهلك. عشان كده حبايب في ناس بيساعدونا، دول نسميهم ايه في الكتاب المقدس؟ اسمع كده في سفر اشعيا اصحاح 58 يقول كده: ومنك، انت تايه لكن في واحد اسمه هتسمع عنه دلوقتي، منك تبنى الخرب القديمه. في واحد يبني خرابه، وفي ناس بعيد عنكم خرابه، في ناس، في ستات خرابة ورجالة خرابة. لما تجين حد يساعد الناس الخرابة، يقول في نوعية من البشر، يقول ومنك تبنى الخرب القديمة، تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة. عدو دخل حياتك، بقول للرجالة وبقول للأخوات، في عدو موجود دلوقتي انتم مش شايفينه، عارفين عدو ده؟ الناس اللي انت ما تعرفهاش. تخيل لما واحد يعمل اكاونت فيك مش حقيقي على الفيس، يقول لك انا ابونا، انا اخونا، ويلقطك وياخدك وياخدك في صفه وانت كمان، وكانك محطوط عشان تحط فتحه كبيره للبيت العدو يدخل فيها. خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسده للكروم، في داخل جوه البيت ثعلب. عارفين الثعلب بيعمل ايه؟ في على ايد العنب يروح ماسك العنب وماسكه رميم رميم، بس ما عملش ولا كل ولا حاجه، ولعب بس بالعنقيد، مسك العنقيد بوظ العنقيد كلها وما عملش حاجه، وان طق دماغه ياكل عنب ساعه ما لقوش مستوي بس بوظه. يقول لي يسمونك مرمم الثغره. في ناس اتفتحت في بيوتهم بعيد عنكم فتحه للشيطان، لكن يجي واحد يعمل ايه؟ يرمم الثغره دي. يسمونك مرمم، يا بختنا لو في حدنا عندنا اسمه مرمم الثغره. مرمم الثغره، هذا الشخص بيحبك وانت مش شايفه،
انت مش شايف هو بيحبك، جايز صاحبك بتذلل لربنا عشان يجيبك، جايز اهلك، جايز محدش بيقول لك. مره جت واحده تقول لي يا سيدنا جوزي طهقني، كل ما اقول له الكنيسه بيعاند ويضربني كمان عشان ما انزلش الكنيسه. فقلت لها اياكي تقولي له تروح الكنيسه. طب مش متوقع ان انا اقول لها كده؟ قالت لي طب انا اعمل ايه؟ قلت لها تصلي وانت ساكت. ربنا ما جابوش على رجله هيجيبه على رجله. تقعدي ساكت، خليك انت ترممي الثغره دون ان يعرف، دون ان يعرف. فالاحبه يساعدونا. يقينا داود ده كان اكيد حد بيساعده. داود راح فين؟ يقول لك راح عند الاعداء. قعد قد ايه؟ 16 شهر. فيش يوم كده حصل لك استفاقه؟ قال لا ما فيش. بقول اللي يساعدونا نرجع من التوهان، قراءه الظروف ومساعده الاحبه، خيرا تاكد من محبه الله. ربنا بيحبك. لو اتكلمت عن موضوع ربنا بيحبك اقعد كتير. ربنا بيحبك مش عشان انت شويه تراب، ما الناس بيقيمونا بالتراب، يقول لك ده فلان يطلع ايه. عارفين ربنا لما جه قيمنا قيمنا بحاجه كبيره قوي. يقول انظروا ايه محبه، ايه نوع المحبه، بيحب مين. فيقولوا بتحب مين؟ ايه ده؟ انت بتحب الناس دي ازاي؟ هي دي تتحب. ما انت تكرهه، هات لي اي واحد انت بتكرهه مش طايقه. ربنا يقول لك انا بحبه جامد. ايه ده؟ عشان كده ساعات احنا انانيين، يكون اب عنده ولدين ولا بنتين، فتيجي واحده تقول لبابا بابا انت بتحب دي فلانه دي اكتر مني، يقول لها يا بنتي انتوا الاثنين زي بعض. تقول له ده ولد، يقول لبابا ده وحش يا بابا، ده ما بيسمعش كلامك، يقول له برضه بحبه. اذا كان انت كاب بشري بتقول كده. حبايب احنا اولاده، شوف انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى نصير ايه؟ اولاد الله. احنا اولاده. انت مش قابل انه حد يفرق اولادك عنك. هذه المحبة اللي ربنا سكبها علينا محتاج الواحد يدوقها شوية. ولو استعرضنا تاريخ الحياة تلاقي محبة ربنا ظهرت في كل المواقف اللي مرات ننساها. أقول أنا نسيت. أنا كنت زمان وأنا بروح مشاوير خدمة أحب أركب ميكروبوسات، اللي هنا بيسموها أنتوا مشاريع. فأحب يعني بشوف الناس، أحب إن أنا أشوف الناس وأنا رايح خدمة قميص وبنطلون. ففي أغنية أنا حفظتها من تكرارها كل ما ألاقي زمان الكبار، بتكلم من ورا 58 سنة. فإيه الأغنية دي؟ أنتوا طبعا مستنيين، مش عايزين وعظ، أنتوا عايزين أغاني. الأغنية اسمها كتاب حياتي يا عين. بس أنا كنت أتأمل فيها. اسمع كده، اقول له كتاب حياتي يا عين مملوء من احساناتك، من جودك، من خيرك، من طول بالك عليا. مش التاني بقى عمال يعيط على كتاب حياته عين مليان مآسي. ابدا ابدا، مليان احسانات، انه من احسانات الله اننا لم نفنى. يبقى الواحد يبقى بيعدد محبة الله غير المحدودة. يقول الكتاب المقدس عن واحدة بتحب آل الدراهم بتاعتها. الدراهم بتاعتها كان زمان، انتوا بتشوفوا، انا كنت عايش في سينا يعني، فتلاقي البنات لابسين إشار وعليه بتاع عملات كده مدورة، هو ده الشكل اللي البنت كانت بتتخطب فيه. الشكل ده يتقدم لها العملات دي اللي هم 10، فهي كل يوم بتلبس عشان خطيبها، عشان جوزها،
بتلبس. فلقت واحدة ناقصة. تعرفين بقى هي تبقى عندكم هنا المشغل بتاع الهندسين ايه، اعمليهم تسعة بس جنب بعض، غالبا اللي وقع كان فين؟ في الوسط. اما وقع في الاخر مش باين، لكن ده غالبا وقع في الوسط. فبصت كده عمالين ايه ده اللي وقع ده، عمال تدور. يا ستي دي عملة وملهاش لازمة، ما انت عندك تسعة. قالت لا، ده اللي قدمه لي خطيبي. مش ممكن، مش ممكن. يقول الكتاب عنه: أو أية امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراج، توقد سراج وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده، وتفتش باجتهاد حتى تجده، وإذ وجدته. بس اللي فارق معايا كلمة تفتش باجتهاد، تكنس البيت. عارفين زمان البيوت ما كانش، أنا بحاول أقرب ليكم المثل، البيوت ما كانش فيه بلاط، كانت على التراب. أنا رحت في افتقاد زمان لقرى بعيدة عننا عن المنطقة بتاعتنا، رحنا لقينا البيت تراب، الأرضية تراب. فراحت إيه هي، أما ينزل في التراب الناعم ما يبانش، العملة دي مش هتبان. فعملت إيه؟ كنست أو قادت سراج، كنست البيت. والكتاب تفتش باجتهاد. يعني ايه باجتهاد؟ اما اقول لحضرتك انا في حاجه ضاعت مني، تقولي طب دور. فدورت ما لقيتش، وانت دورت ما لقيتيش. الاجتهاد مش كده، تقول استنى بس ثانيه واحده، شيل معايا السرير، زحزح السرير، زحزح التلاب، زحزح الثلاجه، ده اللي اسمه تفتش ايه باجتهاد. طب يا ست انت بتسيب العمله دي؟ قال انا انا ده خطيبي، ده عريس الداني، ده انا مش مستغنيه عنه. اذا كان الست دي عماله تعمل كده في ايه؟ في عمله، ما بال ربنا يعمل ايه؟ يفتش عشان ايه؟ يحبني. تتيقن من محبه الله غير المحدوده. حدثتكم عن ايه اسمها تيهاني رقبت، ولربنا المجد في كنيستي. امين.